الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن على سائر الأمم وآتانا به ما لم يؤت أحد من العالمين، أنزله هداية دائمة وجعله للشرائع السماوية خاتمة، والصلاة والسلام على أتم وأشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. نلتقي اليوم في لقاء يجمعنا فيه كتاب الله عز وجل في شهر رمضان الفضيل الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا شك أن خير الأعمال المؤمن في هذا الشهر الفضيل بعد الصلاة والقيام هو الاجتهاد في تلاوة القرآن وتدبر معانيه والعمل به، فتجارة القرآن تجارة أهل الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. وفي إطار الاعتناء بالقرآن الكريم تلاوته وتجويده على النحو الذي يليق بمقامه والاستمرار على طريقه بمملكتنا الشريفة، ارتأت جمعيتنا جمعية البديل للتنمية أن تنظم هذه المسابقة الوطنية في تجويد القرآن الكريم بالطبوع المغربية. وبهذه المناسبة أتقدم باسمي وباسم أعضاء جمعية البديل للتنمية بالشكر الجزيل للسيد عامل إقليم برشيد والسلطات المحلية وللسيد رئيس المجلس الإقليمي والسيد رئيس المجلس الجماعي، كما أتقدم بالشكر للسيد رئيس المجلس العلمي ولكافة أعضائه لجهودهم المبذولة وتعاونهم لإنجاز هذا العمل. والشكر موصول للرئيس الشرفي السيد عابد بادل لتبنيه هذا النشاط ودعمه له ماديا ومعنويا. أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة التحكيم الأفاضل لجهودهم المبذولة وتسخير معارفهم العلمية لمسابقتنا، كما أتقدم بالشكر لمدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لمنحنا هذا الفضاء المميز لإحياء أيام هذه المسابقة. والشكر كل الشكر للحضور الكريم ولكل من ساهم من قريب ومن بعيد في إحياء وإنجاح هذه المسابقة، مع أوفى التقدير لكافة القراء وجزاهم الله كل خير، مع متمنياتنا لهم بمسيرة موفقة.